في خضم احتفالات الشعب الامريكي بالألفية الجديدة وقبل عدة ايام فقط من احتفال اعياد الميلاد ورأس السنة، كان على محققي قسم جرائم القتل في مركز شرطة نيويورك ان يتعاملوا مع بلاغ فريد من نوعه، حيث لم يكونوا يعرفون الجاني او الضحية، ولم يملكوا سوى بعض الاشادات التي اوضحها لهم مخبر يعمل معهم منذ فترة طويلة. كان الامر بمثابة احجية او لعبة الغاز يقوم المحققون فيها بربط المعلومات والاستمرار في التحري وعرض الفرضيات المختلفة حتى يستطيعوا الوصول الى مسرح الجريمة. ربما تكون هذه المرة الاولى التي يتعين فيها على المحققين البحث عن الضحية بنفس الطريقة التي يتم فيها البحث عن الجاني، فهل سينجح هذا الامر؟ وهل ستكون تلك الارشادات المليئة بالالغاز كافية للمحققين كي يصلوا في نهاية الى ضالتهم؟ هذا ما سنسرده عليكم في هذه الحلقة من قناة وقائع، فإذا كنت مهتما بمعرفة التفاصيل تابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. في 20 ديسمبر لعام 2000 وفي حوالي ساعة 8 مساء، عندما كانت سماء المدينة تعج بالغيوم وزخات المطر تتهاوى على أسقف المنازل وتنسل على النوافذ محولة الرؤية في الشارع إلى مشهد ضبابي قاتم، تلقى المحققون اتصالا من المخبر الذي يقبع في سجن جزيرة ريكر الشهير في مدينة نيويورك. أخطرهم الرجل أنه يملك معلومات عن جريمة سطو مسلح من المرجح أن تكون قد تحولت إلى جريمة قتل، لكنه لم يكن متأكدا من ذلك. أوضح المخبر الذي كان نزيلا في السجن سيء السمعة وكان يطمع في أن يحصل على صفقة مع السلطات من شأنها أن تقلل من مدة سجنه، أنه سمع زميله في السنسانة يجري مكالمات هاتفية مع أشخاص في الخارج، وقد كانت تلك المكالمات تنطوي على إرشادات مفصلة لارتكاب جريمة سطو مسلح بحق شخص ما. لكن المشكلة أن المخبر الذي حجبت السلطات اسمه حفاظا على حياته وسلامته لم يكن يعرف اسم الضحية او اسماء الجنات، الى انه اشار في حديثه مع المحققين لانه سمع زميله ويدعى بول بيرسون يذكر ان الضحية قد تعرض للطعن وتم تكميم فمه بشريط لاصق قبل ان يقوم الجنات بالقاء جسده تحت الاريكة. ولم يستطع المخبر ان يؤكد للمحققين اذا ما كان الضحية قد فقد حياته ام لا، وقد حدد الرجل تاريخ الحادثة بحوالي 18 ديسمبر، حيث انه اخبرهم ان الجريمة قد وقعت قبل يومين تقريبا من اتصاله بهم. علم المحققون ان بول بيرسون الرجل الذي كان يملي التعليمات من داخل السجن كان قد وقع في ايدي سلطات انفاذ القانون منذ عدة ايام فقط، حيث انه اخترق قواعد اطلاق السراح المشروط الخاص به بعدما أوقفته دورية للشرطة وبحوزته سلاح ناري عندما كان في طريقه لتنفيذ جريمة سطو أخرى. وكان المخبر قد أخبرهم أنه استنبط من حديث بول أن من قاموا بالعملية كان رجلا وامرأة، وأن بول كان يعلم جيدا أن الضحية كان يحتفظ بالمال في منزله بعد أن أفرغ حسابه المصرفي، حيث انتشرت شائعة في الولايات المتحدة في ذلك الوقت تقول أن نظم البنوك والبنى التحتية الرقمية على وشك الانهيار في الألفية الجديدة، وذلك بسبب تغيير التواريخ المفاجئ. ولذلك فقد خشي عدد من الأمريكيين على ودائعهم وقاموا بسحب أموالهم من البنوك، ريثما يطمئن أن كل شيء كان على ما يرام ويبدو أن الضحية أحد من آمنوا بتلك الشائعة. إذا لم يكن يعرف اسم الضحية أو الجنات كان عليه على الأقل أن يوضح عنوان الضحية، لكنه لم يكن يعرف سوى أن الضحية كان يعيش في الطابق 42 في مبنى سكني مكون من 45 طابقا في وسط المدينة، وأن بجانب ذلك المبنى يوجد ماكينة صراف آلي يبدو أن المجرمين استخدموها لمحاولة سحب ما تبقى من مال الضحية في البنك. بالإضافة إلى ذلك فقد أشار المخبر إلى أنه سمع بول وهو ينصح صديقيه بأن يتركوا النافذة مفتوحة للتخلص من الرائحة الكريهة الصادرة من الجثة المتحللة. كان على المخبر أن يعصر دماغه ويسترجع ذكرياته بشكل دقيق كي يخبر المحققين أنه سمع بول يقول لزملائه عن طريق الهاتف أن عليهم أن يستقلوا متر الأنفاق حتى شارع رقم 50
الأمر الذي ساعد المحققين قليلا على تضييق دائرة البحث. حتى بعد تضييق نطاق البحث، كان على المحققين فحص ما يربو عن 90 مبنى سكني في تلك المنطقة، حيث كان جل تلك المباني يزيد ارتفاعها عن 40 طابقا. ولذلك فإن مهمة الشرطة لم تكن سهلة على الإطلاق. راح المحققون يدققون في المباني ويسألون حراس الأمن الذين يعملون في تلك المباني، إلى أن أخبرهم أحد حراس الأمن هؤلاء أنه لم ير الساكن الذي يقطن الطابق 42 منذ عدة أيام، ولا يتذكر رؤيته خارجا من شقته. شجع هذا المحققين بعض الشيء، وعندما ألقوا نظرة فاحصة على المبنى من الخارج لاحظوا أن النافذة كانت مفتوحة تماما كما أخبرهم المخبر. وليس من الطبيعي أن تكون نافذة منزل في طابق شاهق مفتوحة في ذلك الوقت من السنة، خصوصا في مدينة نيويورك التي تكسوها الثلوج في فترة أعياد الميلاد. انطلق محققو الشرطة من فورهم إلى الشقة المقصودة، وقد علموا من مشرف المبنى أن تلك الشقة يشغلها شاب من أصول فرنسية يدعى تيري ماثرون، ويبلغ من العمر 36 عاما. اقتحم المحققون شقة تيري، وسرعان ما اكتشفوا أن المخبر أصدقهم القول في كل كلمة خرجت من فمه، حيث أنهم وجدوا جثة تيري أسفل الأريكة المقلوبة، وكان مقيدا، وفمه كان مقيدا بشريط لاصق، وفي رقبته غرزت سكين مطبخ. على الرغم من برودة الجو، أن النافذة تركت مفتوحة لأيام طويلة على ما يبدو، كانت الرائحة الكريهة قد بدأت تنتشر في جنبات المنزل، وقد أثرت هذه الرائحة النفاذة بطبيعة الحال على تركيز المحققين. ولكن سرعان ما جذب شيء آخر اهتمامهم، وذلك عندما لاحظوا أن باب الشقة لم تكن عليه أي آثار اقتحام على الإطلاق. فهل يعقل أن تيري كان يعرف الجناة مسبقا وأنه فتح لهم طواعية؟ للإجابة على هذا السؤال، كان على المحققين التحري بعمق في ماضي تيري وحياته الشخصية كي يعلموا حقا إذا ما كان تيري على صلة بالجناة. وفوق كل شيء، كان المحققون مهتمين بمعرفة طبيعة العلاقة التي جمعت بين تيري وبول، السجين الذي كان يعرف تحديدا أن تيري كان قد سحب أمواله من البنك واحتفظ بها في منزله. جمع المحققون تحرياتهم عن طريق سلسلة من الاستجوابات لعدد من المقربين من الضحية، الذين أوضحوا لهم أن الشاب ذا الأصول الفرنسية كان يعمل في شركة محاسبة تدعى إرنست أند يونغ، وأنه كان شخصا محبوبا واجتماعيا للغاية. حتى أن المحققين لاحظوا الصدمة والحزن في أعين كل الذين تم استجوابهم بهذا الصدد. يبدو أن بول وزميله في الجريمة كانوا لم يعلموا بعد أن الشرطة استطاعت الوصول إلى منزل تيري واكتشفت جثته بالفعل، حيث أن المخبر تواصل مع سلطات التحقيق من جديد في تلك الأثناء ليطلعهم على بعض المستجدات الهامة. أخطرهم المخبر أنه سمع بول يتحدث إلى أحد شركائه ويطلب منه العودة لإنهاء حياة حارس الأمن الخاص بالمبنى السكني وإضرام النيران في شقة الضحية كي لا تستطيع الشرطة أن تربطه بتلك الأحداث. ولكن أهم ما ذكره المخبر هذه المرة هو أنه سمع بول ينادي زميله باسم مستر أو. كان ذلك الخيط الذي مكن المحققين من تحديد هوية أحد المجرمين، الشخص الذي كان مع بول في السيارة عندما تم إلقاء القبض عليه بسبب حيازته للسلاح وهروبه من رجال الشرطة وخرقه لقواعد إطلاق السراح المشروط. تم الزج ببول في السجن من جديد، أما أوليفر فقد تم إطلاق سراحه فوراً، حيث لم يملك رجال الشرطة أي شيء ضده. أوضح لهم المخبر أنه فهم من بول الذي يبدو أنه أصبح أقل حذرا من إخفاء مكالماته أن أوليفر وصديقته بعدما قيد الرجل المذعور وسرق كل أمواله طلب منه أن يعطيهما رقم بطاقته البنكية السري، وما كان من الرجل إلا أن استجاب. ولكن عندما حاولوا استخدام ذلك الرقم في ماكينة الصراف الآلي تبين لهم أنه رقم خاطئ، الأمر الذي جعلهم يضمرون الحقد في صدورهم تجاهه ويصعدون إلى المنزل مجددا كي ينهوا حياته عن طريق طعنه بالسكين في رقبته. أظهر تقرير المعمل الجنائي لتشريح جثة الضحية فيما بعد أن أوليفر فقد حياته جراء الاختناق بعد أن تم تكميم فمه بالشريط اللاصق لفترة طويلة، الأمر الذي يعني أنهم حين عادوا وغرسوا تلك السكين في رقبته
كان المسكين قد قضى نحبه بالفعل. بعد تحديدهم للمشتبه الأول في القضية، كان على المحققين أن يحددوا المشتبه الثاني، وقد كانت أنثى كما أوضح لهم المخبر. ولكن هذه المهمة أصبحت أكثر سهولة بعد حصول المحققين على تلك المعلومات، وسرعان ما تم تحديد هويتها على أنها نكية شانون. بعد ذلك شرع المحققون في حملة واسعة لإلقاء القبض على المشتبه بهم، وسرعان ما نجحوا في الإطاحة بنكية في منزلها في كوينز، وذلك بعد عدة أيام فقط من وقوع الجريمة. أما أوليفر فقد اختفى عن الأنظار، لكن نكية التي انهارت أمام المحققين واعترفت بتفاصيل الجريمة دون أي مراوغة أرشدتهم إلى مكانه. كان أوليفر في منزل صديقته في برونكس، وقد تم إلقاء القبض عليه، ولكن على العكس من شريكته في الجريمة، أنكر أوليفر التهم التي وجهتها له الشرطة. لكن عندما واجهه المحققون باعترافات زميله، لم يكن هناك بد من الاعتراف، ولكنه ألقى باللوم على بول ونكية اللذان أجبروه على الانخراط في هذه العملية، وهدده بإيذاء عائلته إذا لم ينفذ أوامرهم. كانت أركان القضية التي بدت لغزا مستحيل الحل قد بدأت تكتمل أمام أعين المحققين في ذلك الوقت، لكن بقي سؤال واحد كان على المحققين اكتشاف إجابته قبل أن يقوموا بإحالة القضية إلى المحكمة. وقد كانت إجابة ذلك السؤال مع شخص واحد فقط، وهو بول بيرسون، السجين الذي خطط لهذه العملية برمتها منذ البداية. كان المحققون يريدون أن يعرفوا كيف نما لعلم بول أن الضحية كان يحتفظ بأمواله ومدخراته في المنزل، وكيف له أن يعرف الرجل ومنزله وكل تلك التفاصيل. أوضح بول للمحققين أنه تعرف على طبيعة حياة تيري من خلال سجين آخر يدعى ستيفن لي، كان زميلا سابقا لبول في الزنزانة قبل أن يتم نقل ستيفن إلى سجن شمال نيويورك. كان ستيفن يبيع جسده مقابل المال ويعرض نفسه على المثليين جنسيا، وهكذا التقى بتيري لأول مرة. لكن يبدو أن تيري وستيفن انسجما سويا، وسرعان ما تعمقت العلاقة بينهما وتحولت من علاقة عابرة إلى علاقة عاطفية طويلة الأمد. ونظرا لكون ستيفن مشردا بلا مأوى، فقد عرض عليه تيري أن يسكن معه في شقته، لكن بشرط أن يحل ستيفن مشاكله القانونية أولا. كان ستيفن مطلوبا لدى الشرطة بتهمة السرقة، وكان عليه أن يقضي عقوبة في السجن. وقد أوضح بول أن تيري كان يزور ستيفن في السجن، وقد التقى بول بالضحية عدة مرات خلال تلك الزيارات. على الرغم من أنه كان سبب وراء كل ما حدث، تأكد المحققون من أن ستيفن لم يكن شريكا في الجريمة، وأن كل الأحاديث التي خاضها مع بول وأسفرت في النهاية عن مقتل تيري كانت بحسن نية، حيث أن الرجل كان متحمسا جدا للخروج من السجن وعيش حياة عاطفية ومسالمة مع تيري. في تلك الأثناء كان المحققون يظنون أنهم على وشك إغلاق تلك القضية، لكن تطورا مفاجئا عطل مجريات التحقيق، حيث أن سلطات السجن أطلقت سراح بول بيرسون عن طريق الخطأ بعدما أنهى فترة حبسه الخاصة باختراق قواعد إطلاق السراح المشروط دون الأخذ بعين الاعتبار أنه كان قيد التحقيق في قضية أخرى. كان بول بطبيعة الحال يعلم أن الشرطة كانت تبحث عنه، ولذلك فلم يكن إلقاء القبض عليه أمرا سهلا. ولكن لحسن الحظ ساعد مخبر آخر المحققين على إلقاء القبض على بول بعد أن تورط الأخير في عملية سطو مسلح على إحدى محال الحلاقة. في هذه المرة لم يكن بول متعاونا أو متجاوبا مع سلطات التحقيق، ولذلك فقد عقد الادعاء صفقة مع كل من نكية وأوليفر، يقرون من خلالها بذنبهم ويشهدون ضد بول في مقابل تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم. بموجب تلك الصفقة تمت إدانة أوليفر ونكية بتهمة القتل من الدرجة الثانية، وحكم على أوليفر بالسجن 15 عاما لأنه ومن أنهى حياة تيري، فيما تلقت نكية حكما بالسجن لمدة 6 سنوات فقط. أما بول فقد تم اتهامه بالسرقة من الدرجة الأولى والقتل العمد من الدرجة الأولى، إلى أن هيئة المحلفين وجدت أن الرجل لم يكن مذنبا في تهمة القتل، وتمت إدانته بجرائم السرقة فقط. وعلى الرغم من ذلك فقد تلقى حكما أقصى من زملائه، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.
أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.